بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على تمام الإكمالين على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بالنسبة للمقالة المنتشرة الآن في وسائل التواصل وهي يقولون إحياء ليلة نصف شعبان متفق فيه بين المذاهب الأربعة وهو من سنة النبي، ثم سرد مجموعة طويلة من الأحاديث، نقول كل هذه الأحاديث ما بين مكذوب وموضوع وباطل وضعيف غير صحيح. لم يصح في ليلة النصف من شعبان ولا حديث إلا حديث واحد، وهو إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مفاح، هذا هو. لكن لا فيها صوم نهارها وقوم ليلها ولا غير ذلك من هذه، كلها أحاديث غير صحيحة. ولما قال العائشة أسرعي فالنبي عليه الصلاة والسلام يحدث الناس على كلها كما قلت لكم بين حديث باطل وموضوع. ولقد فصل ذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتاب جامع العلوم والحكام. فكل هذه من البدع ومن المخالفات الشرعية، لأن أمر الصيام، أمر الصلاة، أمر إحياء الليالي بالعبادة، هذه عبادة، العبادة الأصل فيها التوقيف. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، ومن شرطي القبول في العبادة الإخلاص والمتابعة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قالوا: يا أبا علي فضل بن عطف، كيف حسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه. فلا تلتفتوا لمثل هذه الرسائل، ولا تلتفتوا لهذا التدليس وهذا الكذب أيها الكرام الفضلاء، كما قال عبد الله مسعود في كلام يكتب بماء القلب والذهب، قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وحذر النبي من البدعة فقال: وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والبدع بين أصلية لا أصل لها وبين إضافية الأصل فيها مش موجود، أو الناس أضافوا عليها زيادات كالتسبيح، التسبيح موجود في الشريعة فيضيف عليه أوراد ما أنزل الله بها من سلطان. وروى مسلم عن عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال أهل العلم كما نقل ابن رجب في جامع الحكم، قالوا: هذا الحديث ثلث الدين، ومنهم قال: هذا الحديث ربع الدين. فانتبهوا يا إخواني، وكل ما هنالك فيه ليلة نصف شعبان هي مغفرة الذنوب، فعلى كل من كان ذلك. قال الباغي: والقرط بغير المشاحن هو الذي هو المبتدع الذي يؤذي الموحدين. وقيل: المشاحن ومن له شحنة مع أخيه. فعلى الجميع أن ينتبه مثل هذا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.